تبون اخرب ام الشغله جورج علي بالحرام حرم الدم. لو انا الحين اقول للمتابعين جون معي لان انا جد السيرفر تخلون كلها صاروا حول انا ما حد يصيبه ما حد سبحان الله امري ايوه الان بيبان يذوب الثلج يبان المرج الان بشوف السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال يا شباب طيبين إن شاء الله معكم أبو إياد نجيب لكم فيديو جديد فيديو سنطوري زي ما عودناكم دائما وابدا أبو إياد كاشف الهاكرية سامحوني على غمة الصوت ما زلت مكورني الآن يعني من نزول الفيديو الأخير إلى يومكم هذا ما زلت أعاني اعذروني على الصوت راح ننطلق بدون مقدمات على المركز الأمني بدون أي فلسفة Let's go حط السماعة ضبط الصوت ونروح المركز الأمني على طول سيكوريتي سنتر أيوة طبعا نهاية كل سيزن لازم جعفر وبوبي بيحاول يلحقون الكونكر فالآن فل هاكات ما تفرق معه أهم شيء الإطار حتى لو تبند ما هي مشكلة عادي أهم شيء يلحقون على الكونكر نشوف المركز الأمني يا أخوان أنا في تقدم في تطور 91% all modes ولا دقة الريسنت كويرسي دقة المراجعة الفيديو ريفيو 91% يا سلام باقي لي على الليفل الجاي 780 بدخل الليفل الجديد بصير أعلى محقق نسبة دقة في الفيديوهات أخوكم أبو إياد شوفوا كم النسبة قدامكم خلنا نروح المركز الأمني الآن إن شاء الله نشوف فيديو ميت أيوة المود نقرب شوي نوسكوب ولا ضيع طلقة بعدول دقيقة يذوب الثلج يبان المرج نشوف ولا ضيع طلقة هذا فيه شيء غلط ما يأيم أبدا بلوز ولا لونك شايفهم بالبرج أوكي اللي يركض أوبن انضرب هب فاير حبيبي والله واحد في السماء فوق هاي شنو ما تأيم ما عندك وقت نيل قسما بالله إيمبوت مطفي الولهاك نعم بعبوع يا أنا أبغاك ورب الكعبة يلعب سكواد ولا يبش له التيم ما يبش ما يأيم الرجال ما عنده وقت سيزون بينتهي نو تايم الله يصيبك يا فاشل يا فاشل يا 60 فاشل أوم خلى علي خلني أتصرف أنا خلني أتصرف هذه ايش اسمها ضربة جديدة ضربة الخلاط والتهاك الانبوت خاف انه ولا علق الانبوت واي هذا متخرفل ابعد درجة هذا خلاص اوتو ايم يا رجل هاكو نص لا يا شيخ 56% ممتكدين ارحم امي اذا هذا مو هاك اجل مين ناكست نوسا الله ها شوف سولو سكواد ولا سولو بسولو ليكون تحال ده ثنتين بس دجتين بس ما راح نستعجل شوف دبل انفور اوكي السحليه صار الحين تشحب 100 شده يطلع لك ايوه يمشي والطله هذه جميله جدا يا اخوان النظره هذه يا الله يحرمنا منها اها ايوه طلع السلاح يا أيوة عند البان وي شاف الثاني جوا البيت واحد باراشوت نازل شايفه من السماء وي يجي واحد يقول والله اي ظلمتهم بياد طيب نسبة 91% ظالمهم كل يعني مع اقول الشركة بتسلك الامي تدي نسبة 91% عشان وجه المطروج ولا عشان ايش ولا انا مطور في اللعبة الله يا امي ها 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 ابلع لازم البرمة هذه شوفوني اي ام بروفيشنال جاي شوف كي يتبع الملعون شوف الله 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 واه 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 يا رب من الابداع الله هو اكبر الله هو اكبر وشايف ينازل باراشوت قلت لكم نهايه كل سيزون ينهاروا اسمه هاك نهايه السيزون شيء عجيب غريب ما بتشوف زي الريفيوات هذه ايوه شوف يضرب من ورا جبل من ورا ما يحترم الجبل ها ما يحترم ام الجبل ولا يحترم ام الشجره ولا يحترم شيء من الفيزكس في اللعبه يجي المطور يحط لك جبل وطاعجه ونزله طلعه كذا وكفر صخ لا هذا يضرب من وراه
والله هو الموفمنت. ورا السموك. او ماي جاد. شفت من الحديث النعمة؟ الإنسان اللي حديث نعمة؟ هذا حديث هاك، حديث أهدب هاك فرحان، تلقاه بوت، سحل اللي يطلع نهاية الجيم يموت اللي ضده زون، عنده صفر كل، ما عمره وصل كونكور، قال يا رجل اللعبة خربانة وأنا أتفق معه، شوفوا ضربة واحدة هيت شوت ها، اللعبة خربانة ما تسوى ريال، خلني فعل، لعل وعسى أوصل هذا الكونكور، مع الأسف بعبعي، راح بس بعبعي لنفسك أنت، ما عندك جعفرة، راح تبلع قبل لا توصل إن شاء الله بإذن الله، عبد موفمنت، والله مو حقه حتى البيكا الناري. يا ناس كيف 75% مو هذا؟ هذه لحيتي إذا ما تبنت ناكس يا رب مو مثل الرويال. لفك مود الزومبي أخذ بين كيلر سلق ما عنده وقت يقطع الطريق طريق البقر ولو طالت. أيوة تبطح ريلود ثم ينطلق نايس. أوكي يا الهاك اللي مع ابو ريال مره مضروب لانه ما يعرف كيف يلعب بالهاك هو شايفه ويمشي يطالع فيهم وعارف اماكنهم وعارف تحركاتهم وشاف هذا قلت لك سمع صوت على باله كيف في عدو هنا وما طلع لي بالخريطه ما طلع لي في الهاك طلع بوت لا طلع صاحبه بعد اي شيخ بريء يا حرام بس يعرف اماكنهم بس شوف المشي نفس المخزن نوك فينيش ما يضيع طلقة بس كبرفة هاي ما يضيع طلقة يا اخوان هذه تكفيني بس هذه انا قلت لكم بس احتاج لقطة شوفوا يمرم على هذا قوية وقع نوك اوكي اوكي شوف الان مو باين لا ابدا في في نطاق الزوم ولا هو طالع منه ان هذا مسوي كفر الناظر وهذا اسوء ام اف سكور باربعه الناظر ريق صح نيد زوم بس الحواف تغطي عليه لو في اكثر من لاعب نفس المكان ما راح تشوفه مو زي سكوب 6 ولا 3 شوفه مغطي عليه ميزان الناظر والحواف شوف الان لفه الايف قلت لكم انا بالمره تحتاج بس لقطه واحده تنهي النقاش كامل وما زال بقى شافه مشكلة بوت وسكوب أربعة ما يضيع إلا ما يجيب العيد بينزنق لهذا بينزنق وبيجيب واحدة ألعب من هذا ما يترك مجال للشك يقطع الشك باليقين أصبر واه ما يقيم العراق لا ما يضيع نو فينيش على طول ايما سم بالملي اوكي الان شينج مود سكنات جعفر يا اخوان يكون جعفر بتوصل بعبع الكونكر يا ناس هذا ثالث فيديو فل هاك ثالث فيديو المصيبة مو هنا المصيبة انه في ناس يقولوا لا مو هاك تفضل انا بنجن يا اخوان اذا كان هذا مو هاك رجل مين الهاك الهاك اللي يطير مثلا او ماي جاد كلهم فوق النسبه انه ليجند هاك اكثر من نسبه انت هاك هنا 43% يقولون هاك 57% يقولون مو هاك يا الله ناكس اوكي قاعد يقدم واهم شيء نظرته وين يا اخوان هيا او ماي جاد والله ايم عليهم بالملي يا اخوان لا تضرب مره سموك لا
Watch out. كيف سلم من الملتوب؟ خلي الفيديو هذا يقعد لك يا جو، خليه يقعد لك. كيف اعرف ان هذا هاك يا اخوان؟ الشيء الغريب في الموضوع انه هنا ينفك سكوب 4 هذا المكان. تقول ليش ابو ياد؟ طيب عادي فك على الشباك. اوكي هذا اليمين، قول اوكي مقيم على الشباك، مع انه المفروض يقيم قدام ما يقيم تحت. اوكي ما اختلفنا، تقيم على هذا وماخذ كفر من الشباك. مستحيل احد يبيك لك من جدار، مستحيل احد يطلع راسه من جدار يقول انا موجود انا ارمي هنا. يشيك على هذا الجدار ليه؟ شوف الشباك هنا، هنا هذا الشباك المفروض يقيم هنا. قيمت هنا ليه؟ ليش هذا المكان؟ ليه؟ هذه الوحيده اللي انا اشك فيه للان. بعدها يوم شاف نفسه انه جاب العيد قال يا ولد شكلي جبت العيد، لا تعال الله ينكبك. اكس 3 او 2 وباذن الله ان يبلع يا رب يا كريم. شوف 89% لكن يشهد الله انه مولود، انا مولود وعلى ضمانتي وما اظلم احد. واذا كان اصلا قراري خطا الشركه ما راح تاخذ بكلامي، هذا شيء مفروغ منه. حتى لو اخطيت في قراري الشركات تقول مو هاك مو هاك. يلا عندنا الفيديو ناكست. هذا الفيديو مدته كم؟ دقيقتين يا اخوان، 34 ثانية. جاي فزع للتيم سكواد مود الزومبي، توم ماصي الان فزع لخويهم. واحد بالع نص شقه بالسيارة في سحلية، هنا ما انتبه للسحلية، معقول لقطة عادية وقع في سحلية يسار ما بيقيم علي، معقول يا اخوان؟ ورا الصخرة سمع صوت الرمي. اوكي الله يقرفك ويقرف ام اللعبه ويقرف القرف اللي انت عايش فيه يا راجل. والله لبلغ والله. تقول ابيض لا حرام شكله مو هاك. ها من اللبس من فكت الزوم اسكب 4 على الاي تي ام، وهذا احول بش واثق. لا اعطوني كلات، نعطيك كلات يا عسل عشان توصل تنقل. يعني انا والله القى اتيان تركي وقال لي صار في اللايف قبل امس خلاني اعصب مره. انا ام اللعبه تيمينج لعبه ورب المصحف ورب العزه والجلال انهم تيمين سكوادين، وهذه نعاني منها يا جورج، نعاني منها في الصحراء، صرنا ما نلعب صحراء بسبب هذا الشيء. شقينا السكواد الاول وجو وجاب الفزعه بس علينا تيم ثاني. تونا نازلين تفنش المود، نازلين ما عندنا ليوزي ويو ام بي، ما عندنا اسلحه وارمر 1 كلنا، منطقه اوبن. نزل واحد باراشوت شقينا وجو يفزعون الثانيين وشقيناهم. فجاه بش علينا السكواد من المود الثاني فول جير حاطين نفس التاب يفزعوا البعض. انا والله ضد ان قلتها في اللايف، مستعد اقول متابعينا بيد هذا الجيم يلا نجون مع بعض. تبغون اخرب ام الشغله جورج علي بالحرام حرم الدم. لو الحين اقول المتابعين جون معي لان انا جد السيرفرات خلونا كلها والله العظيم واطلع بثلاثين كل ولا يبقى ابن امه يستمتع بالجيم. والله ليش يقول السيرفر ما يخلي الواحد ما طق قدم، ما حد يقدر يمد اصبع له تنوق. لا خلي المتابعين بيد جن وعفاريت مجانين شيلوا روحك وانت جوا البيت ماخذ كفر ما تدري ايش السالفه باذن الله. لكن ما نبغى هذا الشيء، ما ينفع يا اخوان يجي واحد يطق لايف يجمع له 40 60 واحد ويجي ياخذ كلات ثم يوصل تصنيف ولا يذبحون واحد يتفقون عليه، ما يصير. فكونا من هذا الموال، اللعبه زي على قد ما هي سيئه اللعبه بتصير أسوأ. والله اني صادق وبعض الكلام الحق بعض مرات يقول ابيض بعض الفلسفه في الحق ما تصلح، من متى صار الحق الان ما عاد ينقال؟ يا اخي قول كلمه الحق يا اخي، ايش عليك من احد؟ يزعل يزعل يرضى ينفلك. صاروا حولنا ما حد يصيبه، ما حد سبحان الله ما حد يصيبه. هو احول ما يعرف يلعب سبحان الله، يرمون علي ما يصيبون من مسافه الصفر مو من مسافه مياه. يا اخي لو انا مغمض بجيبه ارمي كذا على الصوت على السبس ارمي طاح، حسب الله بمرات بش علي واحد يرمي على الصوت ما يطلع لك. قد رميت 15 طلقه قبل يجي في الطلقات يسمونه بري فاير، هذا ما قدروا يجيبونه. وش هذا الانفيزبل السوبر مان؟ شوف جاه ضيع الطلقة، جاء الثاني ما يشوفونه يا اخوان.
يرمي الجدار بس. سبحان الله، ما لا لا مو مصدقين ابدا ابدا، مو مصدقين انكم الان اخطيتها 20 مره. مره 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 معقول هذا اللاعب اسطوري في المفمت ما ينصاد؟ جاء هذا ليكون سيرفر ذكاء اصطناعي ولا ايش السالفه يا اخوان؟ مو معقول ما يضيع طلقه ولا يبش ولا عليه. هو عنده انبوت ما اختلفنا. ايش هذا الفيديو ريفيو؟ مشكلة زومبي، نعرف البوتات، نعرف لعبهم، مستحيل بوت يبش عليك زي كذا يفك في الاوت ولا يصيب فيك طلقة. لو قلنا مثلا واحد مسوي روم، مسوي حركات زي روم البوت كامب، يعني معدل الواو، احنا يسمونها الواو. ايوه الان الان بيبان، يذوب الثلج يبان المرج. الان بشوف في الاوتو. انا بنجلط رب الكعبة، هذا بوت البوتات عنده 11 كلمة. ما ادري كيف ابلغ انا، في شيء غلط، والله في شيء غلط هنا. يا ان بوت لابعد درجة وداخل سيرفر والبوتات تغيروا طريقة لعبهم. نعرف البوتات يا اخوان، مستحيل يكون زي كذا. قالوا انا نشوف بالله اكتبوا لي في الكومنتات ايش رايكم في هذا الادب؟ هل معقوله في بوتات زي كذا وانا ما انتبهت؟ يلا نشوف الفايت اللي على اوبن. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ لما يركض شوفوا كيف يطالع، مشكلة مو هنا، أول ما طلع التل فك الزوم على اللي جهة الدرب. دورت بتدينا فيديوهات زي الخلق ولا بلعب بفصل على جد جدك يا مريض يا متخلف؟ فجأة يوم تبغى يبان الحقيقة والدليل مسوي لي نتفليكس تحذف كات بي كونتينيو، يعني السيزون الجاي عجل سنة انتظر عشان اشوف اللقطة فعلا ايش بيصير في الجزء الاول. خلاص لا تسوي سكيب، يضرب وماخذ كفر. اوكي انا اقول اكسري بس ان طلعت غلطان فجورج عند القرار النهائي. نكست. اوكي رينجل واتش اوت. او ماي جاد فلتي. حبيبي عمري الحمد لله جاب العيد. اسمع لقطة تجيب العيد. I need it. اقعد مؤدب خلي احرق. مظلوم كنت مو شاك فيه، قطع الشك باليقين. خلاص ارتحت انا كده خلاص. الحين وش اللي يفكك مني يا بابوي؟ وش اللي يفكك مني؟ تضمن الجيم ها الاخير حبيبي حبيبي كم تو ابو ياد.
ابلع مو متاكدين، ما شافوا اللقطه يوم تبطح رمها بفاير، ما شافوا. سبحان الله، بالله نفسي اشوف قرارات وش صار عليها. باقي لي 10 فيديوهات، باقي ما قد راجع على جورج. باقي كذا فيني لقافه، فيني شيء مو طبيعي، ابى اروح اشوف. نكست. ايوه من ورا الجبل يشوف. واي واي واي، معطب امها يا اخوان، مخرب ام الشغله. على عينك يا تاجر، تعال العب حبيبي. اموت عليك، انا اموت. احب مليزي كذا صريح وواضح، ما يتعبك. مخرج الصرف للختم عليك الله من الان، قبل لا يجيب العيد. ما عليك من هذا الان. واحد، اثنين، ثلاثة. واي هذا المتيمي ما بعد. لا نوك يلعب سولو سكواد، معرق على بالي سولو بسولو. الله اكبر عليه يا اخوان. هذا انحول، ما عاد يدري هو وين. قسم بالله يبتر مكانه والله. لا اله الا الله، هذا بيفوز طرق غصبا حتى عن الشركه. الحمد لله. انت، انا مو مصدق، انت مصدقين ولا مو مصدق؟ ما اتفقوا معي 100%. والله اخيرا يا الله، طالع من يسناي اتاكد. اخف علينا لان ما ترتفت الا ل 60 فارس. فوت. لا ما بلتفت، انا اذبح لعبه. شوف هذا طاقع نفس. لا تقولي كلمة، روح امك. لا وش يستهبل، ما ابن شقه ما يصيبون، يضيعون بالطلق. تيمر والله ان هذا ستريمر وعارفين اماكنه وجايين عليه، يدونا فريكه. شوف الركض، حط سلاحه ورا ظهره وجاي. شوفها حتى موفمنت لاعب مو بوت. سبحان الله، يضيع ما ادري منين يجون، ينزلوا عليه كم السيف. سبحان الله، يخطونا يا اخوان، ما حد يصيبه. سبحان الله، سبحان اللي انجاه. تعال باقي نكمل ولا خلاص؟ قول ما زال زي كذا. عنده 8 كلات لعب، مضمون الان فوق ال 20 نقطه. 8 كلات لاعبين، مضمون 20 نقطه. لو كان ايس 22 نجمه، مضمون الان 20 نقطه. انه سوى دمج، سوى مكاتلات. هذا بوت. ايوه ترى احنا فايت، ها ما احنا جايين نديك كلات. انا ما اشوفك، انا ما اشوفك. اوه لو 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 ترى ما شفتك ترى. اوه ضيعت اول طلقه سنايبر، ضيعت ثاني طلقه. اوه معليش. اوه دمجت الثالثه. اها دمجت وتموتني. تكفى فني. يلا يذبح البوت، ذبح البوت. امحق فزعة. هذا نهاية التيمر، يوجد انتهاك تيمر. نعم يوجد انتهاك. نكست. خلصنا لليوم، ربي يسعدكم. وصلنا لفل 8 يا اخوان. ان شاء الله الايام الجاية راح اشوف النقاط عندي، اشوف كم جمعت. صرت محقق 2. الى الان ما قد جاء اي قرارات. ها هذا لا يوجد انتهاك، لا يوجد انتهاك، هنا لا يوجد انتهاك، لا يوجد انتهاك. اما البقيه باقي راجعونها، ما قد اخذوا قرار نهائي. ربي يسعدكم، شكرا على تواجدكم، شكرا على محبتكم. انا حملت اللعبه على الايباد، باذن الله المقطع الجاي راح يكون ان شاء الله عن طريق الايباد وايجل سيستم. نجربها مع بعض ونشوف. ربي يسعدكم، نشوفكم على الخير. الله في البديل.